بس طبعا لازم نرجع نقول تاني الفكره ان احنا بنعود بعد فوز كبير للنادي الاهلي، ونقدر نقول الاهلي الحمد لله صعد لنصف نهائي كمان دوري ابطال افريقيا بعد الفوز، والماتش كان رائع جدا على الرجاء بنتيجه 2-0 في مجموع. هنا بتتكلم مباراتي الذهاب والعوده، فاز الاهلي زي ما كنا بنتابع في لقاء الذهاب القاهره بهدفين نظيفين، وتعادل بدون اهداف في مباراه العوده، حاجه كانت محترمه جدا رغم ان الناس كتيره كانت يا كريم متوقعه ان الاهلي مش هيأدي بالشكل الافضل بالامس. ما تعرفش ليه كان في كده رغبه من البعض ان هو يقول لك لا الاهلي انتوا هتخسروا، انا سمعتها كتير لا 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 انتوا انسوا خالص ان انتوا تتاهلوا. الحمد لله احنا دايما نرجع نقول تاني بنرد على الارض، احنا ما بنقعدش نتكلم كتير، الاهلي بيرد على الارض، كده نقدر نقول ان الاهلي هيواجه الترجي في نصف يعني خلاص النهائي، والاهلي قدر ان هو يسيطر بالامس على المباراه بخبره لاعبيه نقدر نقول، والهدوء اللي كان داخل الملعب وخطه كانت يعني اكثر من رائعه بنشكر عليها فعلا مارسيل كولر، كان في كده تمركز دفاعي قوي جدا نقدر كمان نقول جدار حديدي تقدر برضو تقول ان هو تحطمت عليه مناوشات فريق الرجاء الهجومي، لان انت امبارح يا كريم لو تابعت تلاقي ان كان في خطه هجوميه بشكل كبير من فريق يعني الرجاء، كان عايزين يخلصوا الماتش في اول او الدقائق الاولى زي ما بيتقال، لكن انت قدرت ان انت تسيطر. امبارح كمان لو هنتكلم عن لاعب الشناوي كان متالق بشكل رائع جدا، يعني حق يقال انت عندك اعاده مره ثانيه او بتستعيد مره ثانيه المستوى اللي احنا نعرفه عن اللعيبه بتاعتنا، فبعض الاحيان كانت اللعيبه مش في المستوى اللي احنا نعرفه عنهم، يعني الواحد كان بيزعل مش عشان هو زعلان من الفريق، مش زعلان من الاهلي، مش زعلان ان هو على فكره بيخسر، عادي جدا ما فيش فرقه بتكسب طول حياتها، ولكن احنا كنا بنزعل علشان في بعض الاحيان مش دي اللعيبه اللي احنا نعرفها، مش ده المستوى اللي احنا نعرفه، بس الحمد لله بنعود مره ثانيه، الاهلي سرعان ما بيعود مره ثانيه وبيفرحنا وبيكسب، وامبارح كان في تالق لاكثر من لاعب، نقدر نقول برده في الشوط الاول اتحسب او احتسب طبعا حكم المباراه، واللي كلنا كان عليه برده علامه استفهام ضربه الجزاء اللي كانت تقريبا علامه استفهام من الحجم العائلي في الدقيقة 42. بص على كل حال برضو تحس ان ايه مش انت عايز ضربة جزاء خدها ما هي ضاعت يعني، بس طبعا لو انت هتتكلم في لغة التحكيم والقوانين والحاجات المنطقية أو لغة المنطق هتلاقي إن في حاجات برضو فيها مشاكل تحكيمية ما زالت مستمرة، الأخطاء التحكيمية ما زالت مستمرة، إحنا مش بنقول كده عشان إحنا مثلا خسرنا، ما إحنا تعادلنا، لكن لما الواحد يجي يقيم مباراة ويقيم تحكيم ويقيم غيره وغيره بتحس يا كريم إن لسه ما زال عندنا هذه الأخطاء أو هذه المشاكل مستمرة طبعا. فبيبقى الواحد عايز يعرف بس ليه، لأن التاني هنرجع نقول الأخطاء التحكيمية في العالم كله موجودة، الأخطاء التحكيمية يتم يعني تعديتها زي ما بتقال او السماح بيها لو هي لا تتعدى تقريبا 10%، لكن لما اجي اشوف اخطاء تحكيميه بالجمله وبتتكرر مع بعض الانديه المعينه وممكن الاخطاء التحكيميه دي تؤدي بعد كده ان هي بتضيع منك بطولات يا كريم طبعا. وبتضيع منك يعني تتويج بحاجات انت احق ليها، دي ساعتها بنزعل. على كل حال مش هنتكلم عن الجانب ده دلوقتي، احنا لازم نفرح الحمد لله عندنا كمان ماتش السوبر يا كريم لسه في كلام كتير جدا في ابو ظبي طبعا، كان نفسي ان احنا نحضر بس لسه في ايام هنشوف ايه اللي هيحصل يعني، بس طبعا هتبقى قويه جدا، التذاكر اتباعت كلها، عايز اقول لك بقى يعني ما انا كنت هناك فانا بديك الايه الاخبار يعني، لا ما فيش خلاص كل التذاكر اتباعت، الناس كلها نفسها ان هي كانت تروح، والناس كتيره جدا من مصر تحديدا مسافره، غير طبعا مجلس الاداره غيره عن النادي الاهلي، بتكلم في الناس في العموم، ناس كتيره كريم مسافره واخده اجازات عن الاجازه اللي احنا كنا فيها، فيعني ان شاء الله تبقى مباراه قويه هنتكلم اكيد فيها. وعلى ذكر الاخطاء التحكيميه واللي ممكن تكون مقبوله لو لم تتعدى نسبه ال 10%، الواحد عدت عليه ماتشات قبل كده حضراتكم كانت نسبة القرارات التحكيمية الصحيحة هي اللي التي لا تتعدى 10%، وده شيء عجيب جدا. أنا واحد من الناس شايف إن من بعد ما تم يعني استخدام والتعامل مع خاصية أو تقنية الفار المفروض إن المنطق يكون حاضر أكتر، المفروض إن الفار ده وجد لإحقاق الحق وإعطاء كل ذي حق حقه. أنا واحد من الناس شايف إن من أول ما الفار ظهر في الحياة الكروية ويمكن بقينا نتعرض اكتر لاخطاء تحكيميه مع ان المنطق يقول العكس، طب ده هو في العالم كله العكس انا مش فاهمها الحكايه دي يعني غريبه شويه حاجه عجيبه. المهم